قال رئيس الأركان العامة الروسي إن روسيا دشنت تعاونا دفاعيا شاملا مع كوريا الشمالية، وكذلك تواصل شراكتها الاستراتيجية مع الهند والصين. وتقول الولايات المتحدة إن روسيا ربما تساعد كوريا الشمالية في التملص من العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة، وتحضر التعاون مع بيونغ يانغ لا سيما في برامج الصواريخ الباليستية وهندسة الطيران.